السلام عليكم البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ كلشي سانك سانك؟ كلشي بخير؟ كنتمنى الفيديو ديال يوصلكم تكونوا راشقين ماشطين ناشطين كاع الحاجه اللي فيها الشين حتى هي تكون. المهم البنات، اليوم ما شاء الله كما كتشوفونا خارجه من الدار، غاديه ولا كتقول ندي معايا الاخوات. المهم انا كنفيلمي دابا، درت المقدمه، لقيت يعني هادشي اللي غادي عليه، لقيت شي حاجه اللي ما تورى اكيد ما غنشاركها معكم، ما لقيتش غندير هاد المقدمه هادي، غادي نمسحها ونحيدها من التليفون ديالي. المهم البنات، تلاقيت بواحد الصديقه وشكرت لي، قالت لي بلي في ميسيس، وانتم عارفين انا راه مشغوله دابا هاد الايام، باغا بيت نعاس، ما بقاش عاجبني الموديل ديالو، ما بقاش عاجبني بزاف ديال الحوايج. قالت لي بلي كاينين، جابوا شي موديل زوينين، شي فرع، واش شي فرع تحل جديد ولا ما عرفتش. المهم عاد غادي نكتشف، عاد غادي نكتشفوا كلشي مع بعضياتنا. قالت لي بلي جايبين شي موديلات زوينين ديال بيوتات الناس ديال هذا وديال الكوفريات، والمهم من هادشي كامل هو الاثمنه، دايرين تخفيض، دايرين السيل. داكشي علاش مني سمعتها قلت واخا ما كنتش دايره البروغرام، مهم ضربت كلشي في الزهر وقلت نمشي. انتما عارفين خاص تكون البلاصه اللي فيها السير، خاص نمشي نقلب، خاص نمشي نعرف اشنو واقع. قلت غادي نمشي نضرب دواره، دابا انا شاده الطريق غادي نمشي للمول، غنضرب دويره ان شاء الله، غادي نمشي ديريكت لحقاش ما عنديش الوقت اللي غادي نبقى ندور فيه، غادي نمشي لميسيس ديريكت، حيت الدراري ما بقى لهم والو، غادي يجيو، يعني ما عنديش الوقت بزاف اللي غادي نبقى ندور، يعني غنمشي لشغلي نيشان البنات، نيشان ما كاين لا دور هكا لا هكا. المهم غادي نديكم معايا، اكيد كما قلت لكم كانت شي حاجه اللي تستاهل ما تورى، راه غادي نصورها لكم. ما كان يعني داكشي عادي، نفس الاثمنه نفس كلشي، رانا مصوره معكم ماشي مره ماشي جوج. هادشي ديال الغرف النوم، هادشي ديال بيوتات النعاس، وهادشي ديال الكوفريات، وهادشي مهم. سكتوا شدوا الطريق. يلا البنات راكم معايا، مشيت ديريكت البنات، كي ديك البنيه اللي مسخراها امها ما درت لها هك لا هك. واو البنات شوفوا هادو شحال عجبوني زوين، هاد المخدات بحال هكا، شوفوا كلهم داخلين فيهم هاد الحجر. وكما كتشوفوا كلشي فيه سيل، صراحه قال الاثمنه زوينه، كما كتشوفوا كلشي دايرين فيه 50% 30%، ما كايناش شي حاجه اللي ما كتلقاوش عليها التخفيض. واو شوفوا هذا حتى هو دحمقني، فن هذا، فن هذا. المهم كوفرليات شي حاجه زوينين، دابا عاد كنفكر واش نبدل يعني غير السيل ديال الكوفرلي، حيت انا دائما كندير الكوفرليات التقليديين العاديين، واش نغير بحال هادشي ديال كيبقاو يحطوا المخاد المخاد المخاد، تما كتبقى تلقى فين تجلس كتبالك الناس ياكل غير مخاد. زوين عجبني الماتيغ ديالو هذا باش مخدوم الكوفر، اللي تقريبا راه نفسه نفس هذا، غير ديزاين اللي مختلف. شو هذا حتى هو، هذا الثمن ديالو كامل كيطلع ب 246 بكل شيء، يعني بالتغليفات الناموسيه، بالهاد 66000 مخده، بكل شيء اللي كيطلع ب 246. هو الميسيز معروف بالجوده البنات، الجوده ديال الحاجه كتكون الجوده شي حاجه مزيانه. هذا كيطلع ب 100 دولار، 99.99. دابا كيبان لي هاد الصفيفر هذا خارج، واش مع فصل الربيع ولا ما عرفت. المهم خارجين اللوينات مبهجين وماشيين مع اللوينات اللي مفتوحين، يا صراحه قال اللوينات مفتوحين كيعطيو واحد الراحه النفسانيه، يعني حتى في الشوفه في الفراش ديالك يعني كتحسي بواحد الراحه، اللوينات المفتوحين زوينين. واو البنات شوفوا هاد المخدات هادو زويني، شوف شو كيما منجوجين بداك الحجر وبحال الصم، زوينين هادو تمادين. نشوف لهم الثمن ديالهم، هادو ماشي بالضروره بيت الناس، يقدو يتلاحو حتى فوق الفوتاي، فوق اي بلاصه. زوينين ولكن غاليين، شحال دايرين لهم؟ 120 دولار الوحده. واو غاليين زوينين، يعني قد زينهم قد غلاهم، غاليين بزاف. شكون هاد الحمقه هادي اللي تاخذ مخده ب 120 دولار؟ شوفوا هادو تما، هاد الكري هذا اللي مايل القهوه، زوين حتى هو. المهم اللوينات والتناسق ديال الالوان، يا سلام حاجه كتنسي في حاجه. هذا كيطلع كامل في السيل، داير لي 214، هادي راه غير في السيل، اما الله اعلم ثمنه الاصلي بلا تخفيض.
هادو هنا دايرين هادشي ديال البنوتات وهادشي ديال البنيات وديال الوليدات، ثاني شي حويجات في زوينين. شوف هاد المخدات هادو اللي عادو كيديرو بزاف، بحال هكا كيجيو زوينين مريحة للدراري بحال هكا للتكيا ولا القراية ولا شي حاجة. عرفتوا البنات اللي زادوا يمكن هاد البلاصه هادي ما كانوش هادشي ديال الفتيات وهادشي بحال هكا، ما كانش في هاد الجناح هذا ديال ميسيد ما كانش هادشي، المهم وقيلا يلاه زادوه ولا ما عرفت. المهم شوفوا هاد الكليسه هادي سامبل كيبقى شي حاجه زوينه. هاد المره ان شاء الله الا بدلت حاليا ما كاين تبدل، يعني الا بدلت غنمشي مع اللوينات اللي بحال هكا اللي كيكون الكري ولا الباج. وشوفوا حتى التناسق الالوان، بحال دابا هاد الكرسي هذا الازرق ولا داك الكرسي اللي وريتكم الاول كيتقدي تدخلي مع داك الفوتاي اللي في لون واحد في الكري. شوفوا هذا حتى هو، اوه على بيت الناس البنات، فن هذا، اوه زوين عجبني هذا. ولا لاحظتوا كل حاجه من بلاد، يعني الراس ديالنا موديه في شكل، الكوموند الكبيره في شكل، اللعيبه المحطوطه في الارض في شكل، يعني كل حاجه كتبان لك في شكل. زوين هذا كيبان حسن الكوفرلي تقريبا بحال داك اللي شفنا في الاول. واو انا هادو تقريبا بحال الفتيات اللي عندي مبدلين غير ف شوفوا هذا البنات هذا عجبني، هذا بحال داك الستيل القديم داكشي ديال عبد الحليم ديال ام كلثوم، عجبني هذا البيت. شوفوا الراس ديالو عرفتوا عجبني عجبني. شوفوا التحت ديال حتى العود هذا ديال هاد الكوفوزه حتى العود دايرينو، راه ما باينش في الفيديو مزيان، دايرينو بداك العود اللي كيبان بحال القديم. اه زوين. شوفوا هذا ثاني، ولا لاحظتوا كاع اللوينات اللي ماشيين معاهم غادي مع اللوينات الباردين الكري الباج. شو عجبني واحد حتى لما حتى واحد بحال كاس الاخوات اللي في المغرب ولا هكا يقدر الواحد ياخذ الموديل ويدي عند النجار يدي عند التابيسيير، راه هادشي كلشي يصايبو. المهم انا تقريبا الناموسيه اللي عندي بحال هادي بحال هادي عود سامبل، وقت انا ما عنديش فيها هاد المجارات هادو وقت والله ما عرفت ما عرفتش. دابا عاد كنقول وقيلا نخلي ناموسيتي نبدل غير الديكور من الفوق ولا ما عرفت والله ما عرفت. وهنا الزرابي حدث ولا حرج، هادشي اول مره غنشوفو في ميسيز هادشي ديال الزرابي، اول مره يعني غنشوف هاد نشوف زرابي في ميسيز. المهم هاد المول هذا اول مره غنشوف فيه هادشي، وقيلا هادشي كما قلت لكم يلا زادو. هادي تقريبا بحال الجليسه اللي عندي، غير هي هذا الجلد ديالها كيبان ما عرفت كيفاش نقول لكم، كيبان بحال مسخ ما عجبنيش ما عجبنيش هذا في البلون. عقلت البنات واحد الوقت حتى دارت ليا في راسي باغا نبدلهم، وبديت كندور لقيت يعني فتيات هما اللي باقين دارجين وانا نرجع اللور، عاودوا حلاو ليا بين عيني. تقريبا ديالي خو هذا، غير انا عندي ال عندي داير كامل ما عنديش مفروق. المهم صراحه قال كاين موديلات زوينين. او شوفوا هاد بيت الناس هذا حتى هو لي اللور هنا بالعود كله، حتى هذا زوين هذا سامبل. شوفوا كنا في بيوتات الناس دابا عيني داروا الفوتيات صراحه تقل. شوفوا كيبقى الباج والله العظيم كيبقى الباج هو سيدهم في الفراش، الباج والبيض كيبقى ولا الكري بارد كيبقى هو سيدهم. شوفوا هادي ملي كيكون لاباز بيض الواحد كيلعب بهم في بهذا بلي زاكسيسوار المخدات. شوفوا هاد الديكوره هادي حتى هي عجبتني، وشوفوا هاد الديكوره هادو اللي حاطين فوق عجبوني، يعني غير واش نقول لكم انا نوريهم لكم هنايا عجبوني، سي بحال القريعات ومدخلين فيهم واحد الغرسه وكتبان شي ديكوره زوينه. هانتو البنات اه كتبان زوينه. شوفوا هاد الموديل ثاني، ومن واحد ياخذ بحال هكا الافكار. دابا هادو راه كليسات، يعني هادو بحال هكا تهزهم وتحطهم في دارك، واحد ياخذ بحال هكا الديكوراسيون كيفاش حاطينهم وداكشي. شوفوا هاد الصفيفر اه فن هذا، مع هاد التابي هادي اللي دايرين فيها هاد البوردو، لا ماشي بوردو هذا بحال الغوز الغوج وقال الغوج بريك ولا، ومدخلين في هذاك الموطارد. او جا زوين الكليسه كتبان شي حاجه انيقه شي حاجه فنه. كتبو كيبغيو
المهم البنات، بغيت ندير واحد المسينات ولا سيجار ولا شنو لكم، يعني العجينه هي هذه، ولكن التشكيل ديالها كانت كل مره كيفاش كندير لها. بعض المرات كنديرو بحال بسات مات، يعني بحال بسمنات، المهم هادو كيطيبوا في الفران. بعض المرات كنديرو بحال بسات مات، بعض المرات كنحطهم بحال السيجار، بعض المرات كنحطهم بحال البريوات. المهم كل مره كيفاش انا وكانت، يعني على حسب الابداع ولا حسب الوقت البنات. ممكن ما شفتوا هنا عندي واحد الكميه ديال الدقيق، تقريبا واحد نص كيلو ديال الدقيق، ودرت فيها واحد الحبه ديال البيضه. غندير فيها خماره ديال الحلوه، وغندير واحد رشاشه ديال الملح، ملح الدقيق ديالي، وغادي ندير واحد تقريبا واحد 3 حتى 4 المعالق ديال الزيت البلديه. اللي بغى يلوح واحد الطرف ديال الزبده، تقريبا واحد 3 المعالق دايبين ولا 4، ممكن هي من الاحسن الزيت البلديه، اللي كتبقى كيبقى شي حاجه زوينه، كيجيو المسمنات ديالنا صحيين اكثر. واللي كيبغي زيت نباتي حتى هو كذلك له كامل الاختيار. المهم كما كتشوفوا انا باقا ما درتش الخماره، غادي نخلي هاد الشيء يتخلط مع بعضياته شي شويه ونطلق. المهم البنات كما كتشوفوا خليت داكشي يتخلط مع البيض مع الزيت البلديه مع هاد الدقيق. من بعد غادي ندافع واحد الخماره ديال الحلوه، وهاد العجينه هادي غادي نخدمها بالماء بارد. بغينا نخدموها غير بالايديانا، نخدموها بالايديانا. المهم غادي تشوفوا القوام في الاخر، العجينه يعني تبقى شي شويه مرخوفه، وندافعوا بشويه بشويه حتى نحسوا بالعجينه ديالنا راها جمعات وتبقى شي شويه مرخوفه. المهم البنات غادي نوريكم القوام ديال العجينه، كتبقى شي شويه كتلصق باش كيجينا داك المسمنات ولا كيجيو رائعين وزوينين. غادي نوريكم القوام، نحيد هذه الماكينه هذه. هانتوما البنات شتو كيبقى بحال ديال المسمن، غير هي شي شويه مطلوق عليها. شتو البنات، غادي نشكلو بشويه ديال الزيت، غادي نشكلو كويرات عاديين بحال اللي غندير المسمن. المهم الحجم حنا اللي كنتحكمو فيه ديال هاد، انا غادي نشكلهم، غنشكلهم البنات، نديرهم مشكلين، نديرهم بسيط مات، نديرهم بريوات، نديرهم هذا. المهم غنشكل منهم شويه، نشكلهم كويرات بحال هكا. نهار يعني عطيناها عطيتها للديعان، كندوي معاكم بحال راك حتى نتوما كنتو داعي معايا. عطيتها للديعان خليته، ولكن دابا هادو غادي نديرهم كاكوتي وعشا. يتحطوا يعني بحال هكا كاكوتي وعشا كشهيوات رمضان، يعني حتى في رمضان يا سلام كيجيو زوينين. هذا البريوات على هذا الشكل بحال هكا، ريحه هاد العجينه شحال زوينه مع الزيت العود. ما عرفتش واش مع الزيت العود ولا مع الجوع، اختكم راه خدامه وفيا الجوع. غادي نغطي عليهم ونخليهم على جنب. كما كتشوفوا انا بديت كنوجد في الحشوه، غادي نوريكم الحشوه اش غادي ندير فيها. غادي نغطي عليهم ونخليهم على جنب يترخاو قد ما خداو وقت الراحه، قد ما مزيان، قد ما كيسهلوا علينا الخدمه. نخليهم على جنب وغادي ندوزو دابا ان شاء الله للحشوه. الحشوه كتبقى اختيار، يعني اللي بغينا نديروه نديرو. انا اليوم اقترحها عليكم الحشوه بالكبسه، هيدو هادي على جنب. وبالخضره. المهم البنات كما كتشوفوا غادي ندير شويه ديال الخيزو، خديت خيزو
والطلبة البنات الطلبة الورق الزبدة ما بقاش عندي، خديته من عند إيمان. غادي ندير كما قلت لكم الشعرية الصينية. الحشوة كتبقى اختيارية، انا كما قلت لكم هي ما انا مختارتها عليكم، هاد الحشوة هادي ديال الكفتة. عليلة الخبز قلت لي خبيز وشوكولاتة. You want some? No, I want eggs now. بالجوع الدريات حيت مقابلة كبرليات ومقابلة بيوت الناس، داكشي كيكلفو حاجة ورا حاجة، كتكلم داكشي. الله يلا خليتهم بالجوع. لاباس يلاه تبداي تدربي على الصيام ليلى، ما بقا والو الصيام. I've been doing that at school the whole entire day. بغينا نديرو قريعة البنات، يعني اللي عندنا في الخضرة بغينا نديروها نديروها. Hey guys, so today we're gonna be cooking eggs with Layla. يلا ليلى غتوريكم كيفاش طيبو البيض البنات. Oh wait, for real? Mm-hmm. Oh, okay. Move your pots and pans out of here. غير هي ليلى بنتي راه طيب البيض وكنسجلو، دايما مضربه معاه على الزبل ديال البيض. No! جمعو دايما no. كتخليه ليا هنا. Wait, what am I supposed to do? Oh right, I know. يلا ديري راسك انا ما نعرفش طيبي البيض. Oh my god, you have to put onions in here too. انجري عليك ليلى، انجري عليك، انجري عليك من الكوزين. Why? حيت ملي كتشوفيني اش كنطيب كتبداي تقولي راه دايما هذا هو الطياب ديالي. شو البنات كنقول لكم الحيله ديالي، بلاتي ليلى كنقول لكم الحيله ديالي دايما خضيره البصله اللقطات كلشي كنطحنو. هاي الدرجه ديال هادو اللي كنطيب هاد المعمرات هادو، راه كتحمق عليهم ليلى ولكن ما كتشوفش اش وسطهم. دابا ملي كتعض كيجي هذاك الشيء زوين. دابا حيت وقفت حدايا شافني غنقطع البصله قالت لك او ماي جاد. لا ما كنقولوش ناستي ليلى على البيض على البصله. سمال ناستي يعني. او ماي جاد. يلا بلاتي. المهم البنات كما كتشوفوا هنا درت شويه ديال خيزو، شويه ديال القرعه، شويه القرعه ما لقيتهاش ما درتهاش، وشويه ديال البصله، وغادي ندير التوابل. وليلى بنتي راه كتوريكم طيب البيض قالت لي. كتوريكم طيب البيض. اوكي فيرست بوت اوف اويل انستيد اوف باتر. العربيه وبنتها في الكوزينه. If you don't have ما كان غير الصراط والمرات وحتى حاجه ما تشيط. I even finished that sentence. يلا تعلموا البنات تعلموا. Okay guys, if you don't have butter, you need to use olive oil. And I learned that. المهم البنات كما كتشوفوا درت شويه ديال الفلفل الاسود، شويه ديال الملح. المهم السكر غادي يطيب ولا هذا الشيء عندنا غيطيب. وليلى بنتي باقا ما كملتش البيض. ليلى بغيت ناخذ البوطه. شوف البيض فين دايره ليا في اكبر. ما شاء الله مامي خاصني تشجيع تشجيع تشجيع. مزيانه ليلى تبارك الله عليك. هكا كبيره تما بنات. احس انها كبيره على غتحرقي. ندير البيض يرجع يكون ليلى. ها؟ نبدا نسيني القاعده هي القاعده اللمقه هي اللمقه. I'm trying to do some quiche on my eggs. خاصك تبدا تبدا باش نحل لك الشيء. هنا كما سمعتوا البنات الزبده ما بقاتش عندنا. نديروا الزيت. غادي نشحر هاد الخضيره وغادي نضيف عليها شويه ديال الشعريه الصينيه. غنقطع واحد شويه ديال الزيتون شويه ديال الربيع ونخلط هادشي كامل. تبارك الله تبارك الله على الحلقه ديالي تبارك الله. لا صافي راه طاب. نو دير لا طاب راه غتحلي تبارك علي. I know what I'm doing. تبارك الله تحرقي. النتيجه ورينا النتيجه. هاتوا البنات يلا سيري ديري في الطبسر وعندك تحرق. المهم البنات غادي نخلي هاد الخضيره هادي تنزل مع الكفته. كما شفتوا انا درت كلشي دقه واحده، يعني كانت عندي تاكرا عاكس غادي نطحنها حتى هي وندخلها مع الكفته. ونتلاقاو من بعد. المهم البنات كما كنشوفوا من بعد ما طرفنا الحشوه، الصوجا يعني اختياريه. بغينا نديرو هاد صوص صويا، ماشي الصوجا، صوص صويا.
بين نديروها نديروها علاش نديروها ما نديروهاش انا كتعجبني وبدات ليا اللي كيعجبهم وكتعجبني في الحشوات بحال هكا كتزيد واحد نسيمة حلوة صافي دابا غادي نطفى على المقلاة ديالي وغادي نخليها حتى تبرد حتى تبرد ان شاء الله ونتلاقاو درت عليه الكبسة كانت باقي ما حيدش منها الثلج بقاو شي طريفات بحال هكا كبار كنحلهم غير بهاد بحال هكا كنفرتتهم بحال هكا طايبين ولكن كيبقاو شي شويه معربدين حيت الكبسه كانت متلجه زربت عليها المهم البنات غادي نبداو على بركه الله غادي نشكلوا الصيكار اللي كيجي على هذا الشكل هذا شو كيجي رائع وكيجي زويون هذا غادي نشكلوه بالورقه حنا غادي نشكلوه بالمسمن ممكن ناخذ واحد الكويره كنسعن غير بالزيت سرح العجينه ديالي مزيان حاول يعني قد ما سرحتها قد ما مزيان اولا نورقها كما كتشوفوا باش تسهل عليا الخدمه يعني مابقاش عندنا الوقت وهي بنتي كتسالي ديك الساعه كان عندك الوقت كنحاول كل وحده نزيد نسرحها ناخذ شويه ديال الحشوه بغينا يعني نزيدوا شويه ديال الفرماج ولا اي حاجه للحشوه ديالنا نضيفوها يعني اللي بغينا كما كتشوفوا البنات حطيته في هذا الطرف وغادي نطوي بشكل عادي شكل سهل حاجه اللي تبان لينا باقا شويه غليظه نسرحوها باليد ديالنا باش يجيو يعني السيكارات ديالنا مورقين وها السيكار كما كتشوفوا الشكل كيجي مورق من هنا شوفوا هنا غادي نبقى بحال هكا تنكمل جميع الكميه اللي عندي بنفس الطريقه اللي بنات سرحت المسمنه دابا غادي ندير البسيط مات الطريقه هذه كنديرها بحال هكا يعني المسمنه وكنقسمها على اربعه غير باش كنسهلو يعني بغينا نديرو غير مسمنات صغار ونبقاو نلعبو بكل وحده بوحده نلعبو يعني ماشي نلعبو هكا باش كنسرعو شويه ديال الوقت المهم شتو البنات انا هاد البسيط لاص هاد البسيط مات اولا المسمنات المربعين غادي ندير فيهم شويه ديال الفرماج كما شفتوا حطيت شويه ديال الفرماج هو الاول وغادي نحط شويه ديال الحشوه هنا في الوسط كفيته اللي كتبان لي باقا غليظه كنفرتتها شويه شفتوا البنات وكنجمع عادي بحال اللي غادي نطوي المسمنه الطرف اللي بان لي غليظ نورقه شويه وهل البسط ما ديالنا شتو البنات سمنه كتجي مربعه بحال هكايا كتجي المناظر ديالها زوين غنعاود معكم وحده اخرى ونخليكم باش نسربي هادو لحقاش الدراري ولادي راه قتلتهم بالجوع واخا يعني داروا شويه ديال البيض كنت واخا هكاك مع الصوار كياخذ ليا شويه ديال الوقت شتو البنات وكنبدا نطوي شي على هاد الشكل بحال هكا يلا غنخليكم البنات تنكمل هاد الكميه اللي عندي هانتو البنات من بعد ما كملت بغينا يعني ندهنوهم شويه ديال البيض صفر ديال البيض ورشو عليهم شويه ديال الزرارع يعني كيبقى لينا الاختيار نديرو ليهم كيما بغينا كيف ما بغينا نطيبوهم بحال هكا يعني ناشفين بلا زينه بلا والو ثاني كيجيو زوينين انا غادي نطيبوهم بحال هكا شعلت على الفران من التحت يعني كل اخت كتعرف الفران ديالها كيفاش كيطيب الحشوه راها طيبه يعني تيبان لينا المسمنات ديالنا والسيكار ديالنا خداو حقهم في الطياب وديك الساعه نحيدو بقات عندي العجينه غادي نخدمها نخليها مسمنات الغدا الصباح البنات هادشي واحد هو اللي فكرت في غدا بقاو ليا الكويرات هادو غادي نخدمهم مسمنات
كيف ما سبق لي ما عرفتش واش شاركته معكم ولا لا الطريقه ديالي كيفاش كنخدم المسمن وحتى الغد لي عاد نطيبو غير كنربعو يعني كنخدمو مزيان ربعو بشويه ديال الزبده وشويه ديال السميده رقيقه وغادي نغطي عليه ونديرو في الثلاجه حتى غدا ان شاء الله عاد نجبدو باش غدا الصباح نبدا نطيب اتاي الفطور نطيب حدا المسمن شويه ديال السميده رقيقه يلا البنات نتلاقاو من بعد البنات ها المسمنات ديالنا وجدوا كما كتشوفوا كيجيو رائعين هنا كما كتشوفوا زينتهم شويه ديال الفرماج يعني كل وحده لحت فيها شويه ديال الفرماج بحال هكا من بعد ما طابت غير دخلتهم دابع عليهم شي شويه وخرجتهم غادي نحل لكم شي وحده من هاد السيكار تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل يا سلام كيجيو زوينين ها نتوما البنات شوفوا شتو الشوكي كيجيو مورقين بحال اللي تقولوا راه مخدومين بسميتو وراه غير هاد العجينه هادي كتجي رائعه البنات شوفوا كنتمنى يعني تجربوهم وتقول لي كيفاش جاوكم ودابا عرفتوا اش غندير البنات غادي نحبس الفلوق هنا وغادي نمشي طيبت واحد البراساتاي نعطي لوليداتي ياكلوا قتلتهم اليوم بالجوع المهم البنات غادي نخليكم ودعكم ونضرب لكم واحد فيديو اخر ان شاء الله بطبيعه الحال عجبكم الفيديو عدد كبير 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 العربي